السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم قناة بروسوفت. فيديو دوت القناة إن شاء الله النهاردة تكملة لدورة سي بلس بلس سي بلس بلس جي أو أي أبلكيشنز بواسطة فيجوال ستوديو. عفوا يا جماعة، إن شاء الله النهاردة هنشرح إزاي تظهر صورة في البرنامج بتاعك، أو إزاي تستخدم أداة البيكتشر بوكس اللي موجودة عندنا في الفيجوال ستوديو. اولا كده دي مختصه لها، بتظهر الصوره بتاعتك في البرنامج بتاعك. هنتعلم ازاي نضيف الصوره بالبرنامج وعن طريق الكود ان شاء الله. اولا هتكتب كده في التول بوكس بتاعتك بيكتشر بوكس، هتسحب كده الاداه مكبرها كده، في هنا بتاع صغيره كده ندوس عليها كده اللي هي السهم ده كده. في هنا عندك خيار تشوز ايمج، ده ممكن انت تختار منه ايمج تكون يعني ثابته كده في البرنامج بتاعك ما تغيرهاش. تختارها من هنا، بعد كده تدوس اوبن هتطلع معاك عادي. هنا تحت في السايز مود، السايز مود ده بيحدد لك حجم الصوره. هنشوف دلوقتي مع بعض ايه الخاصيه دي، بس تعالى بس ايه، احنا اتعلمنا كده نضيفها ازاي من البرنامج، ازاي نضيفها بقى من الكود. مثلا هنضيف زر كده، واخد بالك؟ طب انا مثلا ازاي، تفكر كده معايا ازاي انا هضيف الصوره. هفتح مثلا ايه، مثلا فايل ديالوج، هفتح كده اللي هو الفايل كده اللي هو ديالوج كده بسيط، اختار منه الصوره زي ما هو اختار منها كده. لا تعالى كده بعيد، ملناش دعوه بيها دي، حصل خطأ. زي الفايل ديالوج ده اللي هو اوبن ده، نفتحه ازاي؟ في هنا عندنا اداه اسمها فايل اوبن فايل ديالوج، نفتح كده اسمها ايه، اوبن فايل ديالوج، تشدها تحطها هنا كده هتلاقي اضافت تحت. طبعا هتضيفها قبل كده فنمسح دي كده ملهاش لازمه، انا ضايفها تحت هنا اهو. نختار كده البوتوم بتاعنا ده كده، الحدث بتاعه هنا. ممكن على فكره ان انت ايه، من خلال البيكتشر بوكس ده اللي انت ابتدى ان انت تعمله زر، يعني انت مثلا لما تدوس عليه كده ده كده بيكتشر بوكس، اول ما يدوس على الصوره دي يحصل حدث معين كانه زر يعني، بس بيبقى بطريقه احسن شويه. بس مش هنتطرق الموضوع دلوقتي، خلينا بس في موضوع ازاي نظهر الصوره. ازاي بقى نظهرها؟ هنقول اوبن فايل ديالوج، اللي هو الكان اللي احنا خدناه ده كده، اللي هو الخاصيه اللي احنا خدناها. في خاصيه فيها اسمها شو ديالوج، دي الشو ديالوج دي بترجع قيمه، بترجع كذا قيمه هنشوفها دلوقتي. فاحنا هنقول ايه، هنقول اف لو الاوبن فايل ديالوج الشو ديالوج رجعت قيمه سيستم، هتفهم ده كله دلوقتي، سيستم ويندوز فورمز ديالوج ريزولت. في هنا كده عندك كذا خيار، في ابورت، في كنسل، في اجنور، في نو، في نو، في نان، في اوكي، في ريتري، في يس. لو في الاوبن فايل ديالوج في زر اسمه اوكي، ده اللي انت مثلا بتختار الملف بتاعك او بتدوس على الملف مرتين فبترجع قيمه بال بتاع ده باوكي او كنسل بحسب الزر اللي انت دوسته. فمثلا لو اختار اوكي خلاص هو كده اختار الملف وداس اوكي. هنعمل ايه بقى في البيكتشر بوكس بتاعتنا، ولا اقول لك خلينا نعمل كام بس من ايمج. في مكتبه اسمها ايمج في بتاع ده في فيجوال ستوديو، ناخد منها كائن كده اسمه ايمج، واخد بالك؟ فركز معايا دلوقتي. في الاوبن فايل ديالوج احنا بترجع قيمه اللي هي فايل نيم، اللي هو اقولها لك ازاي، استنى هقولها لك دلوقتي. هنقول كده، هنقول ايمج، لا في غلط هنا تقريبا، ايمج لا احنا، طب احنا مش مضطرين ان احنا نعمل كائن اساسا، يعني الصورة يا جماعة احنا مش مضطرين نعمل كائن، احنا ممكن ناخدها بس، ممكن ناخد خاصية بس منها مش مشكلة يعني. بكتشر بوكس ايمج الصورة اللي موجودة فيها بتساوي، هناخد مش هناخد كائن، ما مش هنضطر ان احنا ناخد كائن، ممكن انت تاخدها كده ما تاخدهاش على طول. ايمج فروم فايل، الله اكبر الله اعظم، فروم فايل هنقول اوبن فايل ديالوج فايل نيم. الفايل نيم ده هو الباس، او هو البتاع ده، هو الباس بتاع الفايل اللي انت اخترته. يعني مثلا انت اخترت الصوره، الباس بتاع او الرابط بتاع اللي موجود جوه الجهاز بتاعك نحطه هنا، نقول له احنا ايه ايمج فروم فايل، والفروم فايل دي بترجع
صورة، بترجع قيمة من نوع صورة، والصورة دي احنا بنحطها جوه الكاتشر بوكس. طبعا فروم فايل دي احنا دالة، فاحنا ايه كنت ممكن انا اخد كائن من الايمج دي واحطها في فروم فايل، بس يعني بحاول اختصر الكود كده بسرعة. فلو مثلا كده عملنا ران، يس، نستنى كده شوية. تعالى كده ندوس بوتون 2، استنى كده شوية بس، ماشي بس يا جماعة، بس هو بطيء شوية بس عشان برنامج التصوير وفيجوال ستوديو الاتنين شغالين مع بعض. فتح لنا اوبن فايل ديالوج اهو، ننزل كده تحت. خلي بالك انت ممكن تعدل في الخصائص الاوبن فايل ديالوج، يعني مثلا تغير الايكون هنا، تغير الاسم، تغير هنا زي ما انت عايز في الخصائص اللي احنا زي ما احنا قلنا في اول فيديو، الخصائص بتاعت كل كائن بتلاقيها كده على اليمين. مثلا لو احنا هنختار الصوره دي اللي هي سير 2 اوبن، زي ما شايف يا جماعه فتحت لنا الصوره. بس الصوره زي ما انتم شايفين يا جماعه يعني ايه، مش حلوه يعني، هي دي باينه حتى كمان من الصوره مش باينه كلها. طب ازاي نحل المشكله دي؟ من خلال السايز مود، في الايمج مود اللي احنا قلنا لكم في اول الفيديو. نقفل كده، نروح كده على الديزاين بتاعنا، الحته دي كده سايز مود. طبعا هي نورمال هو بيحطها بمزاجه، لا احنا نخليها ايه، استريتش ايمج، ان هو يعمل استريتش للايمج كده بحيث ان هو يوزعها على الكاتشر بوكس كلها. تعال كده نعمل ران تاني، تعال كده ندوس على البوتوم بتاعنا كده، اختار البتاع بتاعنا ال ايوه اهي سير 2 اوبن. زي ما انتم شايفين يا جماعه عمل استريتش للصوره بحيث ان هو خلاها تاخد الحيز كله. طيب الحيز كان في السايز مود نورمال كان لغايه هنا، لا خلاها استريتش على طول كده في الصوره. طبعا انت بقى لو حد يعني لو حددت لو صغرت شويه البكتشر بوكس بتاعتك يعني بحيث ان عرض بتاعه قليل شويه تظهر بشكل احسن. نقفل كده، خلاص ده كان درس النهارده يا جماعه، ويا ريت تكون درس ده عجبكم. لو عجبك دوس لايك، لو ما عجبكش حط اللايك، قول لنا ما عجبكش ليه. عندك استفسار عن اي حاجه في البرنامج قوله لنا وان شاء الله هنرد عليك. عندك حاجه زياده انت حابب تضيفها، يعني مثلا لو في كود حاجه غلط في الكود هنا احنا كتبناها، ممكن انت تيجي تعدلها وان شاء الله هحطها في الفيديوهات الجايه. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.